اصحاب لسه كنا متكلمين قريب، يعني بالعكس مفيش اي حاجه خالص، بالعكس كلامنا النهارده. بقول لها حبيبه قلبي ربنا يكرمك ويوفقك، وانت جميله وجدعه قوي، برج الميزان بجد هي جدعه، لانه انا في كذا موقف اتناقشت معاها وكده لا كانت بميت راجل يعني، فلا بشرى موقف كتير حلوه معايا وانا بحبها، بتمنى لها كل الخير. وبالكلمات دي حبت سميه الخشاب انها تعبر عن حبها لبشرى، واللي كمان هيكون عندها مسرحيه بتحمل نفس اسم المسرحيه اللي بتقدمها سميه الخشاب، وهي كازينو بديعه لكن أو أحداث مختلفين. هو الموضوع دسم وغني وكله أحداث وكله حكاية كبيرة، بديعة مصابني دي مش شخص عادي كده يعني، لا فالموضوع يستحق أن يتناول بطرق مختلفة وبأشكال مختلفة، وكل واحد هيقضيه بطريقته. والواضح أن سمية في الوقت الحالي مدية كل وقتها لشغلها، خاصة من بعد فقدانها لوالدتها واللي سابت فراغ كبير في حياتها. أكبر محنة يعني في حياتي، فأثرت فيها جدا، وبعدين دخلت في وقت صعب يعني نفسيا جدا، أنا كنت قاعدة في البيت ما بخرجش، لا يعني كان صعب، فربنا سبحانه وتعالى يعني بجد بجد يعني ألهمني أنه اشغلي نفسك. والواضح أن الظروف لسه مأثرة على سمية وحابة تعزل نفسها عن كل حاجة. قررتي تروحي زوحل؟ عايزه اسافر بقى اي قطب غريب كده، تعبت بقى، مش عايزه دوشه بقى، انا عايزه اقعد في مكان كده. انا النهارده انبسطت جدا من الهدوء والبحر والريلاكسينج والطبيعه، انا بقيت بحب قوي يعني الصمت، حلو جدا الصمت ده، بتخرج من بعده بنتائج عظيمه، فبقيتش قادره استحمل رغي وكلام كتير ملوش لازمه ملوش داعي. بس صعب يا سميه توقفي كلام السوشيال ميديا اللي بيطلع من فتره للتانيه عن موضوع ارتباطك، والسؤال الدائم امتى هنرجع نشوفك بالفستان الابيض؟ يا سيدي ابيض واسود ايه بس. انا مركزه في سميه جدا، في شغلي وفي حياتي وفي اهلي، انا يعني مش قافله الباب ان انا مرتبطش بحد، بس انا في وقت معين من حياتي دلوقتي حاسه كده بسلام وبروقان رايقه، مركزه مع سميه قوي، مهتمه بيها جدا، يعني عايشه كده حاله كده جميله جدا يعني مع نفسي، مش ناقصه وجع دماغ بقى. الرجاله وجع دماغ. ايوه طبعا، الله طبعا وجع دماغ. طيب بالرغم من ان ده تفكيرك، ايه هي مواصفات الرجل المثالي في نظرك؟ السؤال ده اساسا الصفات اللي انت عايزاها مثلا في الراجل. لا انا مش عايزه اي صفات في الراجل، مش عايزه اساسا، مش عايزه خليهم مع نفسهم هم. يعني احنا اكيد المهم عندنا نشوفك مبسوطه ومرتاحه يا سميه، ومستنينك طبعا في اعمالك اللي جايه باذن الله.